الخبر اولي عدى عن انس الشايب وتنزيله مقطع على التيك توك اللي كان بيسان اسماعيل بنايمة تقريبا على كتف مالته. وهذا الفيديو يا حبايبي اللي شايفين قدامكم كان دائما ما دي يستهزئ بالنومه مالتها، ولكن دي يقول انه الناس طبيعي هيك تنام وصار يقلدها بطريقه النوم مالتها. ولكن الغريب الموضوع انه هو حذف المقطع يا حبايب، ما ادري صراحه هل بيسان عصبت انه ليش ينشر فيديو هو نايمة على كتفه. فواضح طبعا هم يحبون بعض من هذه الفيديوهات. اكتبوا لي بالكومنتات شنو توقعاتكم. ننتقل حاليا نور ساري يا حبايب، طبعا كالعاده تعرضها للتهجم بعد تنزيلها على حسابها بالانستغرام. شويه صور يا حبايب كانت لابسه شوي ملابس قصيره ونوعا ما بيها مضيقه، فهو من الكومنتات يا حبايب صار يتهجمون عليها مثل ما شايفين بالكومنتات ويتهمون انه هي مسويه فوتوشوب بجسمها. فمثل ما شايفين الصور قدامكم اكتبوا لنا بالكومنتات استحقت تهجم او لا. ننتقل حاليا لسيدرا بيوتي والصدمه اللي سوتها، هل يا ترى هي خطبت؟ فنزلت هذه الصوره واللي كانت لابسه بيها خاتم، واضح ان هي بتضحك وكاتبه خاتم وسر، فهل يا ترى هي خطبت؟ اكتبوا لنا بالكومنتات توقعاتكم او مجرد للايكات مو اكثر. ابا بنتمنى ريني بيوتي يا حبايب فنزلت هذا البوست اللي كانت كاتبه عليه انه المفاجاه ان ريني تحمسنا عليها اللي سافرت على مودها راح تنزل بيوم 28. خلي احرقها عليكم، واضح ان هي براند ملابس يا حبايب راح تكون عليها حرف ان، يعني ماركه ملابس باسمها. فاكتبوا بالكومنتات بعد ما عرفتوا شنو هي مفاجأة، اكتبوا لنا بالكومنتات متحمسين او لا. ننتقل حاليا يا حبايب على سيرة الصدمات، قمر الطائي وتنزيل هذا بث مباشر لتردبي على عندها مشكلة ويا نورمال او لا. فردت على الموضوع انه مشاكلهم بعيدة عن اليوتيوب، فهل يا ترى مشاكلهم لها علاقة بعلاقتهم الخاصة واللي هي الحب؟ ما ادري الصراحة. ووضحت ان هي حاليا ما تحب نورمال ابدا، راح احط لكم لقطة من بث مباشر شوفوها. ليش سويتي ان فولو نورمال؟ شنو مشكلتك وياه؟ اوكي، هذا السؤال يعني ما جاوبته ولا مرة جاوبته، تمام؟ فانت بعدكم درجه هلا او شيء، فانا حجاوب بس على مديتي الموضوع، يعني انه خلاص لايف منا قرر بعد لحد يسالني هالسؤال. هذا القرار كان صعب الي وإله، اوكي، وللكل، يعني هيك احسن للكل. انا خلافات الشخصيه ما احب احكي بها على السوشيال ميديا، تمام؟ اي شيء شخصي صار بيناتنا ما احب احكي بيه، بس بيناتنا صار بعيدا عن السوشيال ميديا، ما له دخل بالسوشيال ميديا. فهذا القرار احسن الي وإله، والله يوفقه بحياته وهو انسان ناجح وان شاء الله ينجح اكثر. وهذا الجواب اللي هواية سألتوني عليه حبيت أجاوبكم عليه، حتى شنو من هالمنبر نسد السالفة بعد ماكو داعي تجيبون سيرتي عنده أو تجيبون سيرتي عندي، ماكو داعي، لا لحد يزعج الثاني، يو نو، خلاص احنا طالعين من حياة بعض بس بسلمية، ماكو يعني انه لك عداوة أو حقد، خلاص وصلت؟ مو قلتي حجاب على كل جواب تحبين نورمال؟ إذا الحب ببالكم لا، ما أحب أي أحد، أي أحد. بصوا يا حبايبي، فجروا طب اللايكات، شاركوا في هالزيمة، قلب بنك القصص، أحبكم، مع السلامة.